أنا بنت كيف أي بنت، عندي 29 سنة، عندي لاليسونس في الاقتصاد، عندي أختي صغيرة ليا بعام، خويا كبر مني. عشنا في عائلة ما عدناش وما خصناش. ماما كانت ربة بيت، والأب ديالي خدام في الأمن، المنصب ديالو زوين بزاف. ماما وبابا من بلاد وحدة في العربية، وعائلتنا كبيرة بزاف، وشي كيعرف شي. وفي الصيف كلشي كيجيها، اللي من براها اللي في الخارج، كلشي كيتجمع على الضحك والنشاط. وإلا كان شي سبوع ولا شي ختانة ولا عرس كيديروه حتى الصيف. دار العام واحد العائلة ريحة الشحمة في الشاقور، جاو العربية باش يديروا العرس لبنتهم، وهنا حنا طلعنا باش نحضروا. وكانت بدات قصتي من هاد العرس. كان خوها ديال العروسة زوين بزاف، تمنه أي بنت وعجبني، قلت الله هذا هو اللي بغيت. نشوطي وضحوكي وسخي وعايش في برا، كنت كنخليه ينتبه ليا بالشقة والضحك، بقيت معاهم باش نشد فيه. والام ديالو كانت الله يعمرها دار، كتضحك مع البنات، وانا كنت كنتقدم مزيان باش نعجبها ونكون مميزه على البنات كاملين، وحتى على اختي اللي كانت عاديه وسكوتيه وداخله سوق راسها. وفعلا سيفت حتى حد ما عقل عليا. المهم سال العرس، وكل واحد مشى في حاله لدارو، وانا ملي هوت في حالي لدارنا وانا كنخمم فيه. كنت عايشه مع الاحلام ديالي، كنكون علي نسول فيهم ماما، وكنحبس بقيت على ديك الحال ايام وايام. كنت كنتفكر اي حاجه كتجمعني به، كنبقى نضحك وما كنتش من العاكزين، وبحثت على الفيسبوك ديالو ونشوف تصاورو عايشه الحب غير بوحدي. المهم واحد المره جات عندي صاحبتي، ويا ريت كون ما جات. جلسنا انا وياها ودويت لي عليه، قلت لها يا ريت لو كان من نصيبي. جات هي قالت لي انا نديك عند واحد الشوافه ديال لك القبول، يجيو برجليهم عندك. قلت لها ويلي لا ما عنديش مع هذا الشيء، بعدي مني. قالت لي مالكي، غيدير لك غير القبول وانا نفكر. قلت لها صافي بالحق حتى حد ما يعرف. المهم الغد ليه مشينا، دخلنا وانا كلي كنترعد خوفانه، كنقول صاحبتي صافي ما بقيتش باغا، وهي تقول لي ما تخافيش غدير لك غير القبول. عيطات علينا، دخلنا جلسنا وانا كنحكي لها قصتي. قالت لي عطيني السميه ديال الدري امه، عطيتها ليها وبقات كتقول فلان ولد فلانه، وانا كلي كنترعد وعرقانه صفاريت كلي. عطاتني واحد الحنه، قالت لي حطيها في باب داركم هي هذيك. خلصتها وخرجنا في حالنا، دورت معاها، وداك الشيء اللي عطاتني حضيت حتى ما كنت واحد تما، ودرت داك الشيء تحت من الدرجه، خط صغير باش ما يعيقوش. دخلت للدار وانا صفراء، ومن داك النهار وانا كنحلم النهار اللي غادي يجيو. دست ايام كثيره وانا صافي فقدت الامال ومحطمه. واحد المره جاء اتصال ماما، وكانوا هما نيت، قالوا لي ها راه بغينا نجيو نخطبوا بنتكم ونتناسبوا معاكم، وخيرنا ما يديه غيرنا. وعارفه ترابيت بنات، قالتها لينا ماما، وانا فرحت بزاف. كون كانوا عندي الجنحين كنطرت، ناري ما نقول لكمش قداش فرحت. صافي حتى هنا مزيان، جا النهار اللي غادي يجيو فيه اش منك يا شهيوات، اش منك يا حلاوي، وانا ما قاده الفرحه. لبسنا وتقادينا، جاو العائله وجلسوا مع بابا وماما باش يدويو، وحنا دخلنا لبيتنا. وانا كل ساعه خارجه كندير راسي غدا الكوزينه وشويه، وحنا نسمعو امو قالت فينا هما بناتك، فينا هي العروسه مخبيها علينا. وجاو عندنا البيت كيضحكوا، وهنا فين كانت الصدمه. امو جات عند اختي قالت تبارك الله على عروستنا الزين والثباته. حسيت براسي فحال اللي هزيتيني ورميتيني من شي جبل، وانا كنصبر راسي باش ما نعيقش. اختي وماما تصدموا حيت انا كبيره، من المفروض يخطبوني انا ماشي اختي. مشيت للحمام بقيت كنبكي، خرجت باش ما يعيقوش، وانا نسمع ماما وبابا خالتي كيهضروا كيقولوا راه بغاو الصغيره ماشي الكبيره. ونقات خالتي وقالت دابا صافي ما تخوفوش في سعيدها، دابا ربي يجيب الاخرى شي راجل، خليو دابا الامور تيسر وما نعيقوش حدا الناس. ورا هذيك اختها ما عندها ما تقول، صافي مشاو الناس في حالهم وهضروا مع اختي. قالوا ليها واش موافقه، حشمات ومشات، وانا قلبي كيتحرق من الداخل. وترك فيا الحقد والكراهيه من جهه ديال اختي، وانا دايره راسي ما مسوقاش لهذا الشيء، وقلبي يعلم به سيدي ربي. وشويه تصوني اختي قالت لي شني بالك في هذا الشيء، وانا نقول ليها تينا تعرفي، كنشوف عينيها كيلمعوا وبالفرحه وعاجبها الحال. قالت لي غير قولي جاك كي جاك. قلت لها عادي، عييت ما نعيف فيه بقوه الحقد والحسد اللي فيا. وهي كاع ما تسوقت ليا، كتدوي معاه في التليفون حيت خواتاتو خداو المرته وعطاوها ليه. كنت كنسمع هضرتهم بالليل وانا كنتحرق، قلت ضروري ندير شي حل، ما يبقى لا اختي ولا ليلي. ومن بعد هضروا معايا ماما وبابا، قالوا لي اش بان لك، قلت لهم الله يسهل عليها، مالي غادي نحسدها.
داك الساع فرحوا وردوا الاخبار على العائله وحطوا فوق حتى شي يديروا العقد والعرس في مره واحده. وانا غير كنفكر ما مسوقاش العرس وانا نعيط لديك صاحبتي تمشي معايا عند داك الشوافه اللي داتني ليها. اول مره هي اللي ورطاتني في هذا الشيء تفكني، قالت لي فرقي عليك اختك، قلت لها ماشي شغلك يلا معايا. مشينا وقلت لها عجبك الحال دابا ياك جاوا يخطبوا اختي يلا دابا فكيني. وهي تقول لي فرقي اختك دابا يجيب لك الله واحد اخر. وانا مصيره كنقولها لا ديري شي حاجه تفرقهم. المهم هي هذه قالت لي جيبي لي الحاجات الداخليه ديالها وتصويرته وشي حاجه جابها ليها. رجعت للدار وماما وبابا اختي ملهيين في التحضيرات حيت بقات غير شي 15 يوم للعرس. جبت حوايجها كانوا في ماكينة الصابون وجبت ليها الفوطة الصحية فيها دم ديال لاغيكل ديالها حتى هي هزيتها. واخا ما قلتش ليها جيبيها حيت ما فطنتش كيفاش هزيتها. عيني تعماو ليا. الغد ليه مشيت عند المصور وخرجت صورتهم جوج وديتها ليها. داكشي قالت ليا صافي كوني هانية ومشات دارت داكشي. وجات عطتني كموسة وشي حجابات وقرعة ديال الماء وقالت لي الحجابات ديريهم في المخده ديالها والما خليها تخطاه. داكشي اللي درت. من مشيت للدار بقيت حاسه عليها. فقتاش خارجه وجريت رشيت الماء ودرت داك الحجابات في المخده وكموسه درتها ليها في داكشي ديال العرس ديالها. وفعلا داك الليله ما نساتش دابزه. وانا نشوف اختي غير كتبكي ومخنوقه وانا كنشوف كنقول دابا يتطلقوا دابا يتفارقوا. من الداخل ديالي فرحانه. فقنا في الصباح اختي ولات كتقيه وتطيح. ماما وبابا تخلعوا قالوا غير مع السطريس ديال العرس والخلا. هي ورجلها مدابزين. دازت ديك اليومين جا نهار العرس وانا نمشي كنجري عند الشوافه في الصباح ديال العرس. كانوا ملهيين ما ردوش ليا البال. وانا نقول ليها راه ما تفارقوش واليوم العرس. في الليل قالت ليا داك الكموسه اللي عطيتك عامليها في بيت العروس فين غادي تبدل في العتبه ديال الباب. داكشي اللي درت. جيت قاديت مشيت للكوافوره بكري مشيت للقاعه انا الاولى وحطيت داكشي كيف قالت ليا الشوافه. المهم شويه العرس يبدا. انا ملهيه مع الحجابات والشوافه وكانت حتى داك صاحبتي دخلوا العروسه بالاماريه واللبسه الاولى من عند الكوافور وداروا ليها الدورات في الاماريه وكل شيء ناشطوش منك يتصاور. المهم جا الوقت فين تبدل العروسه اللبسه الثانيه ديالها ومطلعينها بالصغاريت وحتى انا وداك صاحبتي من موراها كنشوف وكنتفرج وما مجانيش تأنيب الضمير. نقول هذه اختي لا ديك الغيره والحقد عماتني. ايوا داك الساعات دخلوا العروسه باش يبدلوا ليها. دازت 3 ديال الدقائق بالضبط وهي تخرج من الكافه كتعيط على ماما وبابا. اعتقوا راه بنتكم انا عارف مالها. مشاو كيجريو للبيت كيلقاوها كلها مأوجه كتغوت بالجهد. كشكوشة خارجه من فمها كلشي تخلع. واخا الجوق كان كيلهي في الناس باش ما يسمعوش ولكن صوتها كان مسموع بزاف. انا غير مصدومه كنشوف صاحبتي حتى هي والنقافه تعرفوا شي حاجه. قالوا لماما البنت ساحره ليها في داك العرس. كان جوج رجال في العائله متدينين قراو عليها القران وهي كتغوت بالجهد. شويه سخفات وانا عاد ضربتني الفيقه. شنو درت في اختي؟ داك صاحبتي خرجت كتجري مصدومه ما عرفت فين مشات. داك النقافه تقلبوا البيت كامل نقاو داكشي اللي حطيت وما بغاوش يحلوه. جا خويا الكبير حلوه هو يتشتت داكشي داك الدم الحايد وشي كتبات وعقرب صغير. المهم داكشي اللي درت ليها. ماما كتندب في راسها وكتقول اش هادشي بغاو يرزوني في بنتي. كلشي كيدعي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب. العرس ترون وجات لامبيلونس داوها للسبيطار وهي غير ساده عينيها. دازت 6 ايام جات للدار. من داك الساعه وهي كطيح كتغوت وتعواج جاو العائله ديال راجلها ورجلها كانوا مخلوعين غير شافته وهي تغوت ربي اللي خلقها وما يخرجوه. جابوا ليها الراقي للدار. هي تبدا تغوت وتهضر بصوت مبدل كتقول ياك بغيتي نتفارقوا احنا تفارقنا. والهضره مخربقه ورجلها كيعيط بقى معلق بيها بزاف. حتى عائلته وهي ماما كتقول ليهم راه هاد الشيء غادي يطول صافي كل واحد يشد طريق والله يسهل عليه. وفعلا طلقوا. وانا كنشوف اختي وكيجيني تأنيب الضمير. كنتخنق اختي رزيزه في صحتها كل مره في الطبيب والرقا كل مره جاي للدار. انا صافي دازوا ايام وانا كنعيش تأنيب الضمير. وانا نصارح ماما وبابا واختي وخويا بهذا الشيء. واحد النهار كانوا جالسين مجموعين وانا نمشي نقول لهم انا اللي درت هذا الشيء لاختي. ماما تصدمات واختي شدت ودنيها ومشات. خويا كان غادي يقتلني كل ما كانت ماما فكاتني. عاودت ليها باللي داك الولد انا كنت كنبغيه وداتو ليا اختي. ومشيت لعند شوافه ديال هاد السحور لاختي باش يتفارقوا. ديتهم عند داك الشوافه باش تحيد داك الشيء. قالت لهم ما عندي ما ندير لكم دابا صافي.
قالت الماما انا عييت ما نقول لها بعدي من اختك وندير لك القبول هي ما بغاتش وجرات علينا من عندها وانا مندوبه في الدار حتى واحد ما كيهضرش معايا ورجعت معزوله.